صباح الخير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من لابوتيك. أول شي بدي أتمنى أنه هالجمعة تكون عم تمرق بخير عليكم، وإن شاء الله كمان بلشنا هلأ أو من قبل، وإن شاء الله كمان أنه إذا ما بلشنا قبل رح أرجع لكم صباح الخير من أول وجديد لكم كلكم ببيوتكم. إن شاء الله هالجمعة تكون لهلأ هيك خير عليكم ومنيحة، وإن شاء الله ما تكونوا عم تعلقوا بالعجقة وما في كتير غريبات كمان وما في سقعة كتير عليكم. رح نبلش حلقتنا اليوم مع هالميك اب براشز، هالميك اب براشز اللي بيجوا بروفيشنال او كيدة. عنا كذا باكج، اول باكج رح احكيكم اياه هن عن هالعلب الموجودين قدامي. هالعلب البيض اللي فيه بقلبهم تسعة براشز معمولين من شعر الحصان، يعني عم بحكيكم عن ما بيعملوا ألرجي، براشز ما بهروا ابدا، وبراشز معمولين بطريقة بروفيشنال وبهاي كواليتي. كل وحده مقصوصه بطريقه تتعمل خصوصي للكونتورينج، تتحط الفاونديشن تبعكم، تتقدروا تقسموا وجهكم بطريقه مزبوطه، لانه الميك اب اكيد كثير مهم، كثير مهم تستعملوا كمان ميك اب منيح، ولكن كمان طريقه حطه لها تاثير كثير كبير. هيدا العلبه اللي شايفينها قدامنا اللي هي فيها 9 براشز كذا لون، اول شيء او السيلفر والاسود او الجولد والاسود او الابيض والسيلفر او البينك جولد والابيض ب $65 فقط، وصل عندكم على البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. اما رح انتقل لتاني باكج وهو التروس الجلد. هالتروس الجلد اللي فيه بقلبها 24 براش، اول شيء بتنضب بطريقه جدا سهله، بتنفتح كمان معكم تتنحط كل البراشز بقلبها، كل وحدة بالباش تبعها، فيكن تاخدوها إذا مسافرين، فيكن تحطوها بجزدينكن، إذا رايحين ويك أند وبتعملوا ميك أب هيك بتكون كل العدة تبعكن، من تمشيط الحواجب، من تبع الماسكارا، من تعليم الأيلاينر، الحمرة، كمان الفاونديشن، البلاش، تحطوا الكومباكت على وجهكن، فيها كل شيء حتى تبع الأومب، يعني فيها إذا بدكن براشز أكثر كمان من هيديك، ولكن هوليك أكثر بيجوا بطريقة بروفيشنال. هيدي الباكج الجلد هون اللي شايفين قدامكم، هلا بترجعوا كمان تشوفوا اسعارها على الشاشه. رح انتقل هلا لتاني باكج وهو هالعلبة الجلد. هالعلبة الجلد اللي شايفين قدامكم اللي فيها كذا لون، الازرق، الزهر، الاسود، بتنقوا انتم اللون اللي بدكم اياه، بتنحط هيك عندكم بالاوضه او حتى كمان فيكم تاخذوها معكم، ولكن هيك بالاوضه منظرها حلو وفيكم تستفيدوا منها. تعملوا ميك اب فيها 12 ريشه، كمان كل ريشه لشيء استخدامها، من بلاش، من ايلاينر، من حمره، من تمشيط الحواجب، يعني في كمان كذا شغله فيكم تستفيدوا منها. اما كمان في باكج هو هالعلبه، هالعلبه الحديد اللي فيها تضلها بجزدينكم، كمان فيها 12 قطعه. هول العلبة الحديد والعلبة الجلد، يعني كل وحدة منهم ب $25 فقط، واصلين لعندكم على قلب البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. عم بحكيكم عن هالعلب اللي فيه كمان منهم كذا لون، من الأزرق، من الأسود والبينك، من اليالو والسيلفر، من إذا بدكم البرونز والأسود السادة، فيكم تستفيدوا منهم بكذا طريقة. عم بحكيكم بكواليتي براشز بتعقد، كواليتي براشز كمان ما بهروا، فيكم تعملوا ميك اب فيهم برياحة وتتنقلوا، يعني تاخدوهم معكم وين ما تنقلتوا، ان كان سفر، ان كان مشوار طويل، تتخلوهم معكم ستاند باي بجزادينكم. رح انتقل هلا من هالميك اب براشز لعند رولا، بدي اقول لها صباح الخير تنشوف عن شو بدها تحكينا. صباح الخير لأليك سندي، وصباح الخير لكل المشاهدين. أكيد كلنا بهالبردات بنكون شوي شوي عم ناخد، كل نص ساعة يمكن بناخد شاي أو شي سخن حتى نحس بالدفى. كيف بالأحرى إذا كنا رح ناخد شاي من نوع آخر من شجرة عجائبية صحية 100% بتهتم بصحتكم، من وراق الميرينجا، هالشجرة يلي موجودة بس بالمناطق الاستوائية اللي وراقها تيبس وتطحن وتأخذ مع الطعام، أو تيبس وبتنغلى مع المي السخنه، يعني او اذا بدكم المي السخنه بنغليها بننطرها تروق لمده دقيقه، وبننقع هالوراق فيها لعشر دقائق، وبنشرب الخليط بعد هالفتره، وبنلاحظ انه هالتيزان هيدي عم تعطينا قوه مناعه، عم تعطينا طاقه، وبذات الوقت عم تهتم بصحتنا لانها غنيه بالصوديوم، بالفوسفور، وبالزنك، وبالمغنيسيوم، وبالامينو اسيدز للاشخاص يلي هن بيصوموا او ما بياكلوا لحوم، يعني بتعود عليكم الامينو اسيدز
يلي انتم ممكن تكونوا عم تفتقدولن بجسمكن، واكيد بتهتم بهشاشة العظام بحركة المفاصل وبفقر الدم وحتى بسنانكن، وبتعدل معدل السكري والكوليسترول بالجسم. كيف بالاحرى اذا كانت غنية كمان بالبروتيين، بالفيتامين او، بالكلوروفيل يلي منلاقيه بالقمح، حتى الفيتامينز B1 B2 B12 موجودين فيها بكميات كبيرة، فيكن تلاقون تقريبا من 25 ل 50 مرة بقلب هالعشبة. السبانغ مثلا يلي هي غنية بالحديد، الحديد بتلاقوه 25 مرة بهالعشبة. تخيلوا قديش ممكن تستفيدوا منها، وقديش فيكن تقاوموا اي نوع من انواع الامراض، خاصة الجريب بموسم البرد. اذا هيدا هي عشبة المورينجا يلي اذا كنتوا اخذتوها من خلال البودرة بتقدروا تحطوها مع السلطة او مع كباية مي وعصرة حامض او مع اللبن، وطعمتها كتير لذيذة وبتعطيكم الخصائص الغذائية يلي انتم بحاجة لها. خلينا نحكي نحن وياكم هلا عن المورينجا اويل، يعني مش بس عن المورينجا وراق الشاي او البودره، كمان المورينجا بتهتم ببشرتكم. المورينجا اويل بيستخدموها المشاهير حول العالم لانها بتحفز انتاج الكولاجين والالاستين بالبشره، يعني بتقاوم التجاعيد والترهل، واكيد بتساعدكم انكم تتخلصوا من الترهلات اسفل الوجه، يعني بتنشد هالبشره، وبتلاحظوا الاستخدام بعد فتره قديش عم بيعطي رونق لبشرتكم، خاصه اذا استخدموها بالطريقه الصحيحه، لانه بنستخدمها بالليل بس من بعد ما ننظف البشره كثير منيح. ولازم نعرف انها غنيه بالاوليويك اسيد وبالفاتي اسيد، وكمان مضاف الى انواع من الزيوت الاورجانيك الطبيعيه 100% اللي بنعرفها وبنعرف خصائصها للبشره، مثل الارجن اويل، مثل الكوكونات اويل، زبده الكاكاو، زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الصبير وزيت بذر العنب. خلينا اخبركم مثلا انه زيت بذر العنب كلنا بنعرف انه بيحارب الشيخوخه وما بيعود في ترهلات بالبشره وبنقيها 100%، اما زيت السمسم فهو غني بالمغنيسيوم وبالكالسيوم، وزيت الزيتون بنعرف انه مثله مثل الكوكونات اويل غني بالفيتامين او وبيعطي حمايه للبشره وبيتغلغل بالطبقات السبعه للبشره، اما زيت الصبير فبيحتوي على هرمونات بتحارب الحبوب وبتشيل اثر الحبوب عن بشرتكم. اذا حتى تفيدوا بشرتكم تاخذوها بشكل ليلي، وشفتوا اكيد الاسعار قدامكم على الشاشه، وكل شيء بتطلبوه من عنا بتقدروا تستفسروا عنه اكثر من خلال الكول سنتر. خلينا ننتقل نحن وياكم هلا لعند سندي حتى تخبرنا عن المساج ماشين وعن هالنريبيش الموجودين عندنا بلابوتيك. أكيد من بعد نهار طويل بالشغل، أو حتى إذا بتطولوا بالشغل، أنتوا قاعدين بالشغل، أنتوا قاعدين بعجقة السير، ما في من أحلى أنه الواحد يكون عم بيعمل مساج، عم بيريع عضلات ظهره رقبته تا يقدر يكفي نهاره بهيك انرجي حلوة. رح خبركم أول شيء عن أول ماشين مساج، هيدا الماشين اللي هي مثل الفلو، هالماشين الصغير اللي شايفينه، إذا بتبرموها هون إلا مثل هيدا المغايطة اللي بتعلق بكرسة السيارة، بكرسة المكتب، أو بالكرسة اللي أنتوا قاعدين عليها بالبيت فيكن تفوتوها. وهيدا المساج ماشين متخصصة لمساج الرقبة، ولكن مش بس للرقبة، فيكن تحطوها كمان على أسفل الظهر من تحت هيك وتلقوا عليها، بتكون عم تعملكم كمان مساج لأسفل ظهركم. $65 من هيدا الماشين عم تقدروا تستغنوا عن سبا، عن مساج حدا هيك يعملكم مساج لظهركم يمكن بطريقة مش مزبوطة، لأنه هالمساجات الماشين مساج ماشينز اللي عنا إياهن معمولين بطريقة ميديكال، يعني ما بيأذوا أبدا سلسلة الظهر وما بيأذوا العضلة. أول شيء اتنيناتهم فيهم انفراريد، وهذا الشيء بيساعد انه تيحموا العضله، هن عم يعملوا لها مساج تما تعمل انفلاماسيون، وبيبرموا بشكل جدا متناسق تيقدروا يعملوا مساج للعضله. اكيد بدي اذكر انه بتمشي على الكهرباء، على الكهرباء يعني بتحطوها ما لكم غير تكبسوا اون او اوف بهيدي الكبسه اللي هون وبتكون دارت معكم. تاني ماشين اللي شايفينها هي متخصصه للرقبه، الكتاف، ظهر واسفل الظهر، فيكن انتو تلبسوها مثل الجاكيت هيك بتحطوها، وفيكن كمان تنزلوها تلوعوا ونزول تتعملوا مساج لكل المنطقة فرد مرة، او تقعدوا تحطوها على كل منطقة بمنطقة. $99 فيكن تتحكموا فيها، فيها إلى كبسة الباور، إلى كبسة الانفراريد، وحتى إلى كبسة تتعرفوا كيف تنبرم
الماشين من جوا ان كان يمين او شمال. اثنيناتهم بيمشوا على الكهرباء، ما بيصرفوا كهرباء، وكمان بيجي معهم كيبل خصوصي لكهرباء السياره اذا بالسياره بتحطوها بقلبها وبتدور. رح انتقل هلا من المساج للنربيش للمي والتنظيف. هالنربيش اللي شايفينهم قدامنا اللي هن بيجوا من 7 مطوره، في كتير منهم بالسوق ولكن ما في بهالجودة. ليه؟ لأنه الربيش اللي عنا وبهيدي الماركة بلا بوتيك من جوا في بقلبهم 2 كوش لاتكس، وهول 2 كوش لاتكس أول شي عم بيحموا النربيش، عم بيعطوكم كواليتي نربيش منيحة، ولكن بيتحملوا سقعة، بيتحملوا تلج، بيتحملوا مي، يعني وين ما كنتوا حاطينهم ما بتخافون هالنربيش ينتزع ينفخت أو يصير له شي. هالنربيش اللي بيكون 7 متورة في عنا منه نوعين، او بصير 30 متر او بصير 22 متر ونص من وراء ضغط المي. اكيد بدي اذكر انه له من قدام هيدي الماشين، هالماشين فيكم تتحكموا بطريقة المي كيف عم تنزل، ان كانت بطريقة رش او بطريقة السنتر انتو فيكم تتحكموا فيها، وبكعبه حتى فيكم تتحكموا ان كانت الحنفية كبيرة او صغيرة من وراء المفتاح الموجود فيه. بيجي قماش ومن لونين اخضر او ازرق، ما لكم غير تتصلوا على الارقام اللي على اسفل الشاشه، وبيومين بس بكون وصل لعندكم على البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. رح انتقل هلا من هول الايتمز لعند رولاتا تحكينا عن كوتشينالي. يعني الدفى عفا لو كان بعز الصيف، كيف بالاحرى اذا كان بعز الشتويه والبرد؟ نحن بلابوتيك دايما منفكر فيكن أكيد مع كوتشينيلي إيطاليان هيتر، هالشفاجات الرائعين يلي موجودين بلونين مختلفين حتى يلبقوا مع كل أنواع الفرش وكل ستيل الفرش يلي عندكن ببيتكن. في عنا اللون الأبيض واللون الأسود، وفي عنا قياسين 13 شفرة و9 شفرات، وأكيد قوة الكهرباء هي 2200 واط ل13 شفرة و1800 واط ل9 شفرات. ولكن إذا كنتم من الأشخاص يلي مشتركين بالموتور بس 5 أمبير، في بهالشوفاجات سيستم مروحة عندها ريزيستانس خاصة فيها من 400 واط بس. مثل ما شايفين قدامكم على الشاشة هالمفاتيح هيدول هن اللي بيشغلوا الزيت بقلب هيدا الشوفاج بشكل أنه يحمى بشكل سريع وكمان بطريقة صحية. وعلى جنب بعد شوي بتشوفوا كبسة حمراء هي يلي بتشغل المروحة من 400 واط. هالمروحة هيدي بتقدر وتشغلوها لوحدة من بعد ما تكون حمية الغرفة، رح أبرم لكم إياها شوي حتى يشوفوها الشباب. ولا اوكي هيك بتقدروا انتم نايمين بالليل مثلا تكونوا من بعد ما حميتوا الاوضه طفيتوا هالمفاتيح وكبستوا هالكبسه الحمراء، وهيك بتكون عم تدفي الاوضه بشكل مستمر ولكن من دون ما تضركم. واكيد اذا كنتوا على الموتور ما بتتاثروا ابدا، يعني اذا مدورين هالشوفاجات على الموتور بتقدروا تستفيدوا من الحراره يلي عم توزعها هالمروحه لوحدها. وإذا كنتوا على الكهرباء العادية فيكن تشغلوا اثنيناتهم وبتستفيدوا من الحرارة تبعيتهم. أكيد مثل ما شايفين كمان في ستاندات وفي عندهم هالعلبة الزرقاء يلي هي من البلاستيك ولكن ما بيتأثر بالحرارة ونوعيته كتير جيدة. هالعلبة بتقدروا تحطوا فيها المي حتى تمنعوا ديزيدراتاسيون بالغرفة، وراء الكينة حتى تمنعوا الجريب عن الأشخاص اللي موجودين معكم، وأكيد بتقدروا تحطوا معطر تتعطروا الجو. أما هالستاند فبتقدروا تحطوا أي شيء رطب عليهم حتى يدفى قبل ما تلبسوه مثل الفلانيل والبيجاما، وبذات الوقت بيكونوا الأشخاص عم يدفوا من دون ما يروح من دربهم الدفى الموجود بالغرفة. هيدي هي أخبارنا مع كوتشينيلي إيطاليان هيتر. أكيد شفتوا الأسعار قدامكم على الشاشة، كل شيء بتطلبوه من لابوتيك مكفول 100%. خلينا ننتقل هلأ لنظافة البيت مع هالسائل المجنون كريزي كلينر وسندي. مشاهدينا رح ننتقل هلا لسيتو كلينر، سيتو كريزي كلينر اللي هو هالقنينه اللي هي عن جد سحر بقلب بيوتنا. هالقنينه عم تغنيكم عن طراش، عم تغنيكم عن مصابغ، عم تغنيكم عن انكم تكبوا تيابكم او تضطروا تاخذوا حتى الجولري تبعكم عند محل الجولري تيرجعوا يتنظفوا. هالقنينه اللي شايفينها قدامكم هي مزبوط قنينه ولكن هي قد 5 قنانه، لانه لكل استعمال سائل سيتو كلينر، يعني اذا بدنا نحكي استعملنا هيدي الطبقه بدنا 5 طبقات مي من بعدها، يعني كل كميه بدها 5 اضعاف تتقدروا ترخوها لتقدروا ترخوا هيدا السائل وقتا ينبيت الكونسنتري قد ما هو، لانه كتير كتير قوي. أكيد البقعة الصعبة كتير بدها نقع 5 دقايق فقط، وبترجع بتمسحوها بالمي وبتروح. والبقعة اللي منها هالقد صعبة دغري أول ما تمسحوها بترجع بتمسحها بمي وبتلاقوا إنه راحت. سيتو كلينر بنظف الحيطان والخرطش على الحيطان، بنظف لكم الذهب، بنظف لكم العوينات،
بنظف لكم الفرش تبعكم ان كان داء ان كان جلد وجه ان كان شو ما كان، حتى تيابكم الداء اذا مبقعين، اذا عليهم شحم حتى بروح. عم بحكيكم عن سيتو كلينر، بنظف لكم ساعاتكم، جنوطة السيارة، موتور السيارة، تابلو السيارة من جوا، فرش السيارة، يعني حتى السناسل ان كانوا سيلفر، ستينلس ستيل، ذهب، شو ما كان بيتنظف مع السيتو كلينر. شايفينه هيدا الكريزي كلينر اللي عن جد بيجي ماجيك، وين ما تحطوه بتلاقوا كل شيء نظيف. نحن حتى اذا بتلاحظوا انه حيطان الاستوديو تنظفوا بدون ترش. رح انتقل هلا من السيتو كلينر لعند رولا تنشوف شو بدها تخبرنا. نرجع ننتقل نحن وياكم اصدقائي المشاهدين للصحه بلابوتيك، خاصه الاشخاص يلي بيعانوا من اوجاع بالمفاصل، بالعظام، بالحركه، حتى الاشخاص يلي بيسهروا كثير، بيقلقوا كثير، وبيشعروا بالخمول خلال النهار. هيدا الشيء في له الحل معنا بلابوتيك، مع هالباكج اللي مؤلف من 3 علب من المتمم الغذائي الطبيعي 100%، واللي ما فيه اي اضافات كيميائيه، ما بياثر على الصحه، ومصدق من وزاره الصحه، وكمان موجود بكل صيدليات لبنان. خلينا نبلش نحن وياكم مع الاوستيو دي 3. الاوستيو دي 3 للاشخاص يلي معرضين يكون عندهم اوستيوبوروز، او حتى يلي اوريدي عندهم اوستيوبوروز، يعني بيعانوا من هشاشه العظم ومن وجع بعظامهم، واكيد بيكون لانه في هشاشه بالعظم ما بيقدروا يخزنوا الكالسيوم يلي عم ياخذوه من خلال الطعام او من خلال الادويه. الاوستيو دي 3 بتقدروا تاخذوا منه حبه صباحا وحبه مساء بعد الطعام، من دون ما ياثر على جسمكم ولا حتى على معدتكم. بتكونوا عم بتخزنوا الفيتامين دي، وبذات الوقت بتكونوا عم تهتموا بقوة عظامكم. اما هلا فرح احكيكم عن الليوبار. الليوبار هالعلبة الاورانج اللي شايفينها قدامكم، مثل ما اسمها بدل عليها، الفهد هالحيوان يلي عنده ليونة ومطاطية بالحركة غريبة الشكل، واكيد عنده هالطاقة يلي كلنا بنحلم يكون عندنا اياها. الليوبار بيزودكم بالطاقة الايجابية اللي انتم بحاجة لها، حتى تقاوموا اي نوع من الخمول واي نوع من التعب، وبهالشكل بتكونوا عم تهتموا بصحتكم بشكل الافضل. بتقدروا تاخذوا حبه صباحا وحبه مساء بعد الطعام، واكيد بتكونوا عم تستفيدوا من الخصائص الغذائيه الموجوده بهالمتمم الغذائي الرائع. ننتقل هلا حتى نحكي عن ارتمين دول 2. الارتمين دول 2 هو بيساعدكم انكم تتخلصوا من الاوجاع اسفل الظهر او التشنجات عند الرقبه والايدين. للاشخاص اللي بيشتغلوا كثير على الكمبيوتر او عندهم الم بالحركه، اكيد بيساعدكم انكم كمان تكون حركه المفاصل افضل لكم، وبما انه عنده خصائص مثل خصائص الانتي انفلاماتوار ولكن من دون ما يوجع المعده، بتقدروا تلاحظوا مع الاستخدام انه عم بيزول الألم بكل سهولة. تقدروا تاخدوا حبتين صباحا حبتين مساء بعد الأكل إذا كانت الأوجاع كتيرة، أما إذا كانت الأوجاع خفيفة فيكن تاخدوا حبة حبة، وبتستفيدوا من الخصائص والنتائج الرائعة يلي موجودة فيها. إذا هيدا الباكج شايفين سعره قدامكن على الشاشة، وبيوصل لعندكن على البيت من دون أي كلفة إضافية. خلينا نحن وياكم هلا ننتقل للعسل يلي موجود معنا بلابوتيك، واللي هو جام جديده رائعه بتقدروا تستفيدوا منها ومن الخصائص الغذائيه الموجوده فيها، لانه في عنا 3 جارز مختلفين من العسل. في عنا عسل شجره الزيزفون، كلنا بنعرف لما بنشرب زيزفون اول شيء قديش ريحته طيبه، قديش طعمته طيبه، كيف بالاحرى اذا كان عسل طبيعي 100% من الزيزفون. بيساعدكم انكم تتخلصوا من الحرارة، اذا كنتم من الاشخاص يلي دغري لما يقربوا بينحروا، بيحمي الاولاد من هزه الحيط، بيساعدكم تتخلصوا كمان من السعله، وبيحسن عمليه اداء عمليه الجهاز الهضمي، بشكل انه اذا اخذتوا منه تنقول حطيته بالشاي وشربته، او اخذتوا ملعقه بعد الاكل، ببطل عندكم عسر هضم، كمان بيمنع القلق، وبيساعدكم انكم تناموا مرتاحين خلال الليل. أما بالنسبة لعسل الأكاسيا، عسل الأكاسيا كتير جودته عالية، وبيساعدكم أنكم تهتموا بصحتكم، لأنه مش بس بيعالج وجع الرأس يعني الميجران، إنما كمان بيعالج الحروق من الدرجة الأولى. تخيلوا وقديش هو مفيد لإلكم، وكمان بيعالج البشرة إذا كان في بقع داكنة عليها، بيوحد لونها وبيعطيها الرطوبة اللي هي بحاجة لها، وبيخفف آلام الميعاد عند السيدات خلال الشهر.
هيدا بالنسبة لعسل الأكاسيا. أما بالنسبة لعسل الزهور فبتقدروا تستفيدوا منه، مش بس إنه بيغذي وكمان بيساعدكم إنكم تتخلصوا من السعلة بعد الجريب. كلنا بنعرف إنه في أشخاص بعد الجريب بتعلق عليهم السعلة مثل الحساسية، هالنوع من العسل بيساعدكم إنكم تتخلصوا من السعلة ومن وجع الزعيم وكمان من وجع الرأس، وبيسهل عملية أداء الجهاز الهضمي تبعكم وبتكونوا عم تستفيدوا منهم. كمان بمجال الصحة عنا جام جديدة ورائعة بلابوتيك، اهتموا بصحتكم من خلالنا وثقوا فينا لأنه رح تكونوا كتير ممنونين من الأشياء اللي رح أحكيكم عنها هلأ. هل شامبوان إذا بدكم، هالشامبوان يلي هو طبي وصحي وطبيعي 100% بيساعدكم إنكم تتخلصوا من مشكلة تساقط الشعر من دون ما تأذوا فروة الرأس، لأنه غني بالكوانزيم كيوتن يلي هي بتحمي بصلة الشعرة، وأكيد غني كمان بخصائص عشبة الجينسينج، وهيك بتقدروا تتأكدوا إنه هالشامبوان من بعد ما تفركوا الرأس فيه ولأنه ما عنده الرغوة يلي ممكن تلاقوها بغير شامبوانات، يعني ما بيغشكم بس بشوية رغوة، ريحته كتير طيبة، رغوته قليلة لأنه هو طبي وبيعالج الشعر. إذا تقدروا تدلكوا شعركم فيه من بعد ما تكونوا يعني حممتوه بالماء وبتتركوه 5 دقايق على الشعر وبترجعوا بتشطفوه وبتلاحظوا مع الوقت إنه الشعر ما بقى عم يتساقط وبذات الوقت عم بيحافظ على لمعانه وعلى حيويته. خلينا نحكي هلأ عن هالسان بلوك كريم. سان بلوك كريم كلنا فينا نستعمله خصوصي هلأ بهالموسم للناس اللي طالعة تعمل سكي، ولكن مش بس للسكي ومش بس لحماية البشرة من الألترا فيولي أو من الشمس، حتى إذا احترقت البشرة تعرضت لأي نوع من الحروق هيدا السان بلوك بيساعدكم إنكم تتخلصوا من أي أثر للحروق. بتحطوا منه على بشرة نظيفة بتدلكوا البشرة، غني بالفيتامين إي وكمان بزيت الأفوكا وبالألوي فيرا، بتدلكوا بشرتكم فيه وبتتركوه أو بتحطوه نص ساعة قبل ما تتعرضوا للشمس وبتلاحظوا قديش بشرتكم حافظت على طراوتها وما قشبت وما تشققت. هيدا بالنسبة للسان بلوك. أما بالنسبة لهالكريم الرائع، هالكريم تقدروا تستخدموه مش بس لوجهكم إنما كمان لجسمكم، كمان هو من زيت الأفوكا وكمان من الألوي فيرا وكمان غني بخصائص رائعة، فيه الجليسين تبع الصويا وهو فيه الأسيد إياليورونيك، هيدا الأسيد يلي بيساعدكم إنه بشرتكم ما بقى تشعر بالتجاعيد، يعني بيقاوم التجاعيد وبيقاوم أي نوع من التقدم بالسن، بيساعدكم إنكم تتخلصوا من أي شوائب بالبشرة بيتغلغل بالبشرة، غني بالفيتامين إي وبيحمي بشرتكم، وأكيد إذا كان عندكم تجاعيد بتلاحظوا مع الاستعمال إنه خلال فترة كتير قصيرة زالت هالتجاعيد. وكمان بيساعدكم انكم تتخلصوا من حب الشباب او اثار حب الشباب، يعني انتي باكتيريال بيتحكم بافراز الدهون بالبشره بشكل انه ببطل يطلع لكم حبوب، واذا كان عندكم حبوب بتزول وبتنشف بسهوله. اما هالصابونه الرائعه، هالصابونه يلي انا بدي اسميها صابونه عجائبيه او سحريه لانها مفيده جدا جدا لبشرتكم، كمان بتقاوم التجاعيد، ريحتها رائعه، بتنظف البشره من كل السموم يلي ممكن او الافرازات يلي ممكن تطلع منها، الفيتامين إي غني فيها، الألوي فيرا غنية فيها، كمان زيت الأفوكا، وبتساعدكم إنكم تتخلصوا من أي شوائب ببشرتكم، وأكيد بطريقة صحية بتكونوا عم تحموا البشرة، وإذا تعرضت للحروق أو للبقع تقدروا تتخلصوا منها مع استخدام هالصابونة، بتغسلوا وجهكم فيها، بتغسلوا بكل ثقة من دون ما تشعروا بأي حروق أو إيريتاسيون للبشرة. هيدي هي الجام الجديدة بلابوتيك، أكيد شفتوا السعر قدامكن على الشاشة، بتطلبوها وبتوصل لعندكن خلال يومين بس. وخلينا نشوف هلأ عن شو بدنا نحكيكن. رح ننتقل هلأ لتايني إكسترافاجنس، عالم هيك إذا بدكن الفاشن والقصص الترندي عطول بتقدم لنا ياهن تايني إكسترافاجنس. مثل ما شايفين قدامنا أول شيء عنا أكسسوريز كتير جديدة، أكسسوريز كتير مرتبين فيكن تلبسون إذا عندكن سهرة كتير مهمة، إذا هيك رايحين ظاهرين أو عرس، لأ اللي قدام هيك بالبوكس البلو عليهم كمان حجار هيك مرصعين بقلبهم،
عم بحكيكم عن باندنت مع بريسلت مع حلق كمان كتير حلوين وكتير هلأ دارجين بيعطوا تقل كتير. حتى في الأكسسوريز اللي كنا عم تشوفهم قبل ولا هن بيجوا أكتر كاجوال خارج كل يوم، فيكن تحطون تكونوا بطريقة ستايلش معمولين، كمان في منهم شغل إيد ومعمولين عن جد كل قطعة بقطعتها يونيك وما بتلاقوا منها وين ما كان. أما رح انتقل هلأ للشالات. للشالات هلأ بموسم الشتاء كتير براتيك كتير حلوين، شالات عنا الصوف الكروشيه المعمولين أو حتى البانشوز الدان، انتو بتنقوا ليه عبالكن تلبسوا. هون مثل ما شايفين ألوانهم، بس ما بقدر خبركن عن الكواليتي تبعهم، عن ملمسهم قدي بدفوا وقدي الكات تبعهم حلوة. أما البانشوز كمان مثل ما شايفين اللي هن من قماشة الدان بيجوا كمان مقصوصين، إلهم شراشيب كتير دارجين، وعنا كمان هالشال اللي بيجي كمان باتشز وإله من تحت فير كتير دارج وألوانه جدا متناسقة تتحطوه فوق تيابكن بطريقة حلوة. رح ننتقل هلأ من تايني إكسترافاجنس ع جماعة هيك المطبخ مع تنشوف قدي هيك في ماشينز حلوين وجداد. يعني من الاكسسوارات للتياب ولجمال الصبايا لاكسسوارات المطبخ وجمال الستات يلي هن وعم يطبخوا بيكونوا عم يطبخوا بطريقه فيها كثير من المحبه، حتى تقدروا تطبخوا وتكونوا كثير ساتيسفايد من الشيء اللي عم بتقدموه للناس اللي بتحبون، وحتى تريحوا حالكم كمان. في عنا هالعجانه من ماجيك الرائعه يلي بتسهل عليكم العمل بالمطبخ، اكيد لانه في عندها هالجرن ستينلس ستيل يلي بسع 6.7 لتر بشكل انكم تقدروا تعملوا اكثر من جاتو وتقدروا تعجنوا كميه كبيره من العجين. هالماشين هيفي ديوتي معدنة رائع، ما بتصدي ما بيصير لها شيء وبتضينكم كثير، وبتقدروا تستخدموها كل يوم من دون ما تعتلوا هم. اكيد في عندها هالقطع يلي بتساعدكم انكم تخفقوا الجاتو مثلا، وهالقطع يلي بتساعدكم انكم تعجنوا العجينه، يعني ست البيت بطلت بدها تعيط لجوزها او ابنها حتى يدعكوا مع العجينه وتوجع ايديها بواسطه هالعجانه الرائعه. ما بتصرف كهرباء كثير وعندها قطع اضافيه، هالقطعه يلي بنحطها حتى نفرم اللحمة بالبيت إن كان خشنة أما ناعمة بواسطة هالقطع يلي بتساعدنا مش بس نفرم اللحمة مثل ما نحن حابين، ولكن كمان نبرش أي شيء نحن حابين نبرشه بسهولة. ومع هالماشين في عنا هالبلندر من لتر ونص من الإزاز، وهيك بتستفيدوا من هالقطعة كمان البلكسي يلي بتقدروا تحطوها حتى تحطوا الانجريديون من دون ما تطرشوا الدنيا ومن دون ما تتلوا تيابكن. أكيد السعر موجود قدامكن على الشاشة وبتوصل عندكن خلال يومين بس. خلينا ننتقل لعجين من نوع آخر للناس يلي بيحبوا يعملوا باستا فريش بالبيت من خلال الباستا ماتيك من أريتي، هالماركة التليانية الرائعة والمكفولة 100%. بتقدروا تحطوا الانجريديون تبع الباستا تبعكم بقلب هالماشين بكل سهولة، البيض والطحين والزيت بينحطوا هون كبسة صغيرة بتخفقهم بتحضر عجينة الباستا، ولما بدكم تطلعوها في عنا كبسة كمان بتطلع من هون عجينة الباستا، بتقدروا تفكوا هالشفرة حتى تغيروها وتقدروا تتحكموا بشكل الباستا يلي انتو بدكن ياه، ان كان فيتوتشيني او تاغلياتيل او اي نوع من انواع الباستا السباغيتي مثلا. في عنا 4 أو 5 شفرات بتقدروا تستفيدوا منهم مع هيدول الوعاء يلي بتقدروا تعيروا فيه الانجريديون تبعكم، واكيد القطع للتنظيف بكل سهوله ما بتصرف كهرباء كتير، وسعرها بين قدامكم على الشاشه $170. خلينا نحكي نحن وياكم هلا عن عجينه من نوع اخر، عجينه من أريتي هالماركه التليانيه اللي حكيتكم عنها، كمان عندها ذات المواصفات ولكن حجمها اقل حتى تكون اسهل عليكم بالمطبخ. 4 لتر بتساع بهيدا الجرن، بتقدروا تعملوا اطيب جاتو وتعجنوا اطيب عجينه، واكيد عندها البلندر لتر ونص وعندها المفاتيح يلي بتساعدكم تتحكموا بقوتها، واكيد بتكون هيك العجينه او الجاتو جاهزين بسهوله من دون ما تصرف كهرباء كثير. نحن وياكم هلا بننتقل حتى نحكي عن المايكروويف، مايكروويف الماجيك، هالمايكروويف الصغير يلي عنده هالمرايه من قدام هيك بزين المطبخ تبعكم وما بياخذ حجم كبير، وكمان ستينلس ستيل بيلبق مع كل المطابخ وبسع 23 لتر، في عنده كبسه الديفروست، مانوال ديفروست والاوتوماتيك ديفروست، واكيد بتقدروا كمان تسخنوا الطعام فيه بشكل كثير صحي وبيشوي الطعام مش بس بيسخنوا، وهيك بتكونوا عم تستفيدوا من كذا خدمة بهيدا المايكروويف.
أما بالنسبة لهيدا الميكروويف اللي هو أكبر حجماً يلي بيساع 30 لتر من أريتي، كمان ستينلس ستيل، عنده لمبة زيزو منه مراية، بتقدروا تشوفوا الشيء يلي عم بتسخنوه، كمان تقدروا تشوفوا الشيء يلي أنتوا بدكن إياه، وكمان في عنده كبسات الديفروست وعنده التايمر تبعوله حتى أنتوا تتحكموا بالوقت يلي بدكن تسخنوا أو تشوفوا فيه الشيء يلي عم تشوفوه. منكفي ننتقل نحكي عن الفرن، يلا نحن وياكم ننتقل حتى نحكي عن هيدا الفرن الرائع، هيدا الفرن يلي بيساع 80 لتر وكل ست بيت بحاجة لإله، بدك تحضري الطبخة بتقدري تعملي أكثر من طبخة وحدة بوقت كتير قليل، لأنه في عنده صينية وشبكين بتقدري تحطي يعني 3 صواني للطبخ، وأكيد تقدري تشوي من فوق أو من تحت أو من فوق ومن تحت، بينشوه من كل الميلات مع مروحة بتوزع الحرارة بشكل معتدل حتى ما ينلدع الطعام ويستوي 100%، وأكيد في عنده التايمر واللمبة والمفاتيح تبعيته، وأي تفاصيل أنتوا بحاجة لها بتقدروا تتصلوا على الكول سنتر حتى يساعدوكم وبيقدروا يعطوكم التفاصيل الإضافية. سعره مبين قدامكم على الشاشة، بكفي أنكم تطلبوه تيوصل لعندكم خلال يومين بس. كمان بالنسبة لتسهيل على ست البيت كيف بدها تكوي بالبيت، خلينا نشوف سندي عن شو رح تحكينا. مشاهدينا بدي احكيكم هلا عن الناس اللي عندهم مشكله انهم يقعدوا وقت طويل على الكوي، عن الجن اللي عايشين وحدهم، عن العالم يمكن اللي بسافروا كتير وبيجوا كتير وعندهم شغل كل يوم ومفروض يكونوا تيابهم فورمال اكثر من غيرهم. عندكم هالمكوي اللي هي كتير براتيك وضروري تكون بكل بيت. هالمكوي اللي بيتعبي لها 5 لتر مي من تحت، وقال هيدا ستاند اللي شايفينه مع هالتعليقه وهالكليبسات تقدروا تحطوا القطعه تبعكم، وطبعا بيتطول وبيتقصر حسب القطعه اللي انتم حاطينها. بهيدا الشيت اللي جدا مليابل بهالمكوي بتكوي القطعه تبعكم بطريقه جدا سهله انتم معلقينها بدون ما تعتلوا هم طوله الكوي وتبع الكوي وهيك تكوى، وحتى فيكن تستفيدوا منها انه اذا معلقين برادة تكوى البرادة، اذا حاطين كوفرلي كمان تكوى الكوفرلي مثل ما هو محطوط على التخت، وبتقدروا تستفيدوا منها من كذا شغلة غير، لانه بتطلع بخار كمان وبيطلعوا هيك كأنه بعدكم جايبينه من المصبغة كأنه بعدهم جداد القطع، وبتقدروا تحطوا تيابكن تكون ترجعوا بتنتقلوا على شغلكن دغري. رح انتقل هلا من المكوية للبرادات. في نوعين برادات من ماجيك، اول شيء كل نوع له لونه الخاص، يعني سيلفر وابيض وسيلفر وابيض، اثنيناتهم ما بيصرفوا ابدا كهرباء وبيمشوا على الموتور، اثنيناتهم لهم 3 فقسات، المسقع كتير، السخن كتير والروم تمبرتشر، وطبعا السخن اثنيناتهم لهم لوك لاولاد صغار تما يحرقوا حالهم وايديهم. اثنيناتهم كمان معمولين بجودة جدا عالية تما يصير كمان الكالكير بقلب الكباية ينزل، ما بعلق أبدا فيهم كالكير، بتحطوا الكباية وبينزل دغري المي اللي انتو عبالكم تنقصوها. أول نوع من هدول البرادات تفتحوا بتلاقوا من تحت انه في براد وفريزر كمان صغير، هالفريزر فيكم تحطوا فيه كيس تلج، بوزة بالصيف أو حيلا شي هيك عبالكم تجلدوا، أما البراد تحت فيكم تحطوا فيه جوسز سوفت درينكس حيلا شي كمان عبالكم انه يكون في براد بقلبه. تاني نوع برادات هو ما في براد من تحت ولكن في خزانة من كذا رف، هيدي الخزانة مضغوطة مع أما فيكن تحطوا فيها كباية بلاستيك، فيكن تحطوا فيها القصص عائدكن يمكن ماجت أو حيا لشي تتسحبوها دغري تعملوا نسكافيه تبعكن أو تشربوا مي، وهيك يكون كل شيء متسهل. من ماجيك هلأ رح نتوقف نحن وياكن لبريك جدا صغير، انطرونا بعد في كتير برودكتس ما حكينا عنها وراجعين. نرجع معكم مشاهدينا بعد هالبريك الصغير، تستقبل معي اكيد مدام الهام القوبة. صباح الخير. صباح النور سندي. نحن ما رح نبلش هيدا السيجمنت اليوم دغري هلا، بس ولكن مدام الهام بدنا تعملنا ديمونستريشن، وبما انه عبالنا نفرجيكم النتيجه السريعه اللي بتصير من كريمات لوميناس رح نحط هلا الكافيار على رح نبلش بتنظيف البشره اكيد. أوكي. على السريع بهيدا التونر الفيولي يلي كلنا صار عندنا اياه، تنظيف مثل ما هو هيك، لو البشره نظيفه بفضل ينمسح شوي بالتونر. اذا بشره جافه، عم نفترض انه بشرتنا كثير جافه، هي بشره وسط، بنحط الكافيار وحده كافي، بس بهالطقس هيدا كلنا عم بتجف بشرتنا، بنحط هالسيروم هيدا الابيض الكوكونات معظم وافوكادو كل الزيوت بقلبه بقريا بهالوقت اذا بتحبي، وبنقول كوكونات اويل، الموند اويل، فيتامين اي اويل، جريب سيد اويل، فيربينا اويل، ويت جيرم اويل، افوكادو اويل، ليمون اويل، كيوي اويل، كيوكمبر اويل، لافندر اويل، وروزماري اويل، يعني كل هالاويل
ما بتتخيلوا قد ايه ناتورال قد ايه عم تشموا ريحتهم بالذات الوقت قد ايه ريحتهم حلوه. نحط هذا السيروم بهالشكل دائما بنقول لهم طلعوا بالكريم لفوق العضل بينزل بصير فيها الترهل، ودائما نحن بنعمل رولاشمون بهالشكل من هون بهالطريقه كثير مهمه ضروري. بنمسح على الايدين لانه الايدين كمان بين عليهم شيخوخه والتعب، بنحط فوق الكافيار. اوكي هالكريم الكافيار يلي بتشوفوه سميك حبوب الكافيار مبينه بقلبه، هالكميه كافيه كمان بزيت الطريقه. انا دائما بقول لهم استعملوا الايدتين بحط الكريم، مش ايد هيك ومسحنا حيلا نوع الايدتين، لانه بيساعدونا نركز على نحن وجهنا بنقسمه لقسمين على النقاط المهمه بالوجه اللي هي حول العين من هون بهالطريقه بنكبس على الزوايا بنطلع من فوق نعمل سيركلر موشن هالحركه الدائريه من هون المنخار كمان من ناس بتعمل تجاعيد من هون بهالشكل حوالى التم بدنا نروح هيك بدها القصه كلها ثواني، مهم تعرفوا تكنيك الاستعمال وبنكبس شوي على الوجه هيدا كله نحط كريم الكافيار البقيه حطيناهم على ايدينا. هلا رح ننطر شوي اكيد رح نرجع مع رولا تتخبرنا اكيد عن برودكتس جديد، وبنرجع باخر الحلقه بنلتقى بمدام الهام بتشوفوا الفرق يعني بهالفتره الصغيره فرق بوجهك كيف صار. اكيد قبل ما نحكيكم عن برودكتس جديد بلا بوتيك رح نحكيكم عن برودوي عم ينطلب مثل الخبز اذا بدكم، لانه اول شيء في برد، وثاني شيء لانه شكله كثير رائع ومميز بيعطي هيك امبيونس رومانتيك وكوزي لكم بالبيت انتم قاعدين بالغرفه انتم وبدكم تحموا التواليت قبل ما تاخذوا الدوش بكل سهوله بكل بساطه بثلاث ثواني بتبلش تدفى الاوضه يلي انتم حاطين فيها هالدفايه الرائعه، هالدفايه اللي بتعطي افيه شوميني مثل ما شايفين على الشاشه، وكمان لانها من السيراميك من الداخل يعني دغري بتحمى دغري بتعطي دفى هالهواء السخن يلي ما بيعرضكم انكم تصرفوا كهرباء كثير، وبذات الوقت تقدروا تتحكموا بمفتاح الكهرباء تبعها، يعني هي اساسا 1500 واط بتقدر تصير 750 واط. اكيد شايفين سعرها قدامكم $65 وبتوصل لعندكم على البيت خلال يومين بس، بكفي دائما تتصلوا فينا على الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه. اما البرودوي الجديد يلي بنوعدكم فيه دائما بلا بوتيك لست البيت يلي بتهتم بالايجيان يلي بتهتم بالنظافه بمطبخها من خلال ست رائع من المناشف او الشقف للجلي، يعني من بعد ما تكونوا جليتوا بتقدروا تنشفوا جليكم بواسطه هالشقف لانهم اول شيء من سويسرا قطن 100%، يعني ما بيخزنوا البكتيريا يعني ما بيعملوا ريحه بشعه، واهم شيء انه في عندهم ديزاينز والوان مختلفين، عنا عده الوان الاحمر الكحلي النيلي الاخضر الرمادي الابيض الاسود، يعني بتلبق مع كل المطابخ اللون يلي انتم بتختاروه بمجرد ما تتصلوا فينا. الست هو عباره عن اذا بدكم ست شقف او ست مناشف بتنشفوا ايديكم فيهم بكل سهوله بالمطبخ، واكيد بتقدروا تحصلوا مع هالست مناشف يعني بس تاخذوا تو سيتس كل وحده من ثلاث قطع، بيطلع لكم معهم هالجلوفز اللي هن من السيليكون ما بيصير لهم شيء، رح حطهم بايدي حتى تشوفوا كيف بنستخدمهم. بيحموا الايد 100%، ما بيتاثروا بالحراره، بتقدروا بكل بساطه تحملوا الصينيه او تشيلوها من الفرن من دون ما تتاثر الايد، واكيد هن ما بيصير لهم شيء، بيتغسلوا بسهوله وبينضفوا بسهوله وما بيخزنوا اي نوع من انواع البكتيريا. وشو رايكم بهالقطعه الصغيره؟ هالقطعه يلي ممكن تلاقوا منها بمطارح كثير ولكن مش بذات الجوده، شوفوا سماكه السيليكون تبعها، شوفوا كيف الايد كلها بتفوت عليها، يعني انا رح جرب حطها بكل من كل الميلات لتلاحظوا، يعني في ستات بيعانوا من انهم لما بيشيلوا الطبخه من الفرن بتنلدع الايد، هيدا حتى ما تلدعوا ايديكم وحتى كمان ما يحترقوا الاصابع، بتقدروا تشيلوا الصينيه بكل سهوله وهيك بتقدروا تستخدموها انتم وعندكم ثقه كامله بانه ايديكم رح يضلن سالمين ومعافيين. اكيد اذا انتم حابين هالست اللي هو ست مناشف مع هالسيليكون جلوفز وهيدي القطعه بتحصل عليهم ب $30، ولكن اذا حابين تحصلوا على اوفر اخر بتقدروا تكملوا هالمناشف ليصيروا 12 قطعه وبيطلع لكم واحد جلوفز وهيدي القطعه مره واحده اكيد وبتصير ب $45، يعني هالاوفر الرائع ما تفوتوه ابدا، خاصة انه بتقدروا تستخدمون كل يوم بمطبخكم بيتغسلوا بسهولة قطن 100% وبتقدروا تنشفوا الجلي فيهم من دون ما يعطي وبر على الازاز، وهيك بتقدروا اذا نشفتوا الكباية دغري تشربوا مي من دون ما تعتلوا هم. هيدا هي اخبارنا الجديدة بالنسبة لاغراض المطبخ واكسسوارات المطبخ ومملكة المطبخ، نحن وياكم بنبقى هلا مع فيديو ماستر شيف. بنقدم لكم ميكنسيت سويبر
مكنسه بتتشرج على الكهرباء وما في داعي يكون في لها شريط كهرباء، بتكنس وين ما كان وبتشيل الكميه اللي انتم بدكم اياها، بنشرجها 5 ساعات اول مره، تعطينا تكنيس بقوه كتير قويه لمده نص ساعه، سهله الاستعمال، سهله الضب، فيها بطاريه بقلبها بطاريه ليثيوم لحتى ضاين كتير لمده طويله. فينا اذا حتى بالخزانه بننزلها هيك، فينا نضبها ونحطها بالخزانه، سهله الاستعمال، خفيف كتير، بكبسه واحده تشتغل هيدي. بهالسرعه هيدي شالت الكميه كلها الموجوده على الارض، بكبسه تنطفي. وهذا الشارجير معه بنحطها بالكهرباء، بتضوي احمر وهي عم بتشرج، لما تنتلي لما تصير مشحونه بطاريه على الاخر بتضوي اخضر حتى نوقف تشريجها. وهلا بننتقل لمكنسه ثانيه، طريقه جديده بالتكنيس. نحن اليوم ما عدنا بحاجه لكيس ولا عدنا بحاجه لاي طريقه، كل المنكنسو بيروح على الخزان هذا، سهل التفريغ بطريقه هوينه كثير، فينا نكبس من هون وبينزل كل شيء على الارض، بننظفه وفينا نغسله تحت المي ونرجعه محله. هذا هو مكنسة بقوة 1600 واط، فيها فرشاية بالكعب حتى تخبط السجاد وتنظف بطريقة مزبوطة، ما بتخلي ولا شيء وراها، هوينة كتير للاستعمال. كبسة ومندورها وهيدا مشاهدينا من ماستر شيف. رح ننتقل هلا للارجن اويل. الارجن اويل هو هالزيت الصافي 100% اللي بنستخلصه من بذر الارقام من المغرب. هالزيت منافعه كثيره وموجود بالشامبونات بالماسكات بالميك اب تبعنا، يعني بكل شيء معقول يكون في ادراتا وموجود بقلبه. الارجن اويل قد ما مهم وبينفع الشعر البشره والضفير. كيف اذا عنا اياه صافي 100%؟ اول شيء فيكم تستفيدوا منه انكم تخلطوه مع الكريمات اللي انتم بتحطوهم الموجودين، يعني فيكم تعملون او ماسكاتكم بتزيدوا لهم ارجن اويل، ام فيكم تستعملوه وحده بتحطوه من الجذور للاطراف تبع شعركم، بتحسوا بعد فتره انه شعركم ما بقى عم بزيت لانه هذا زيت ناشف وبيسحب كل السموم من شعركم، ببلش يعبيه، ببلش يخليه عم بيلمع بطريقه حلوه ويقيم التقصيف ويطول اكثر واكثر. كيف اذا بتحطوه كمان على البشره تبعكم؟ بجد تخليها البشره من اول وجديد. واذا عم تعملوا عملية تجميل او يمكن مقطبين او حالة شي جرح ببشرتكم، اذا بتحطوا عليه ارجن اويل ببطل يعلم، اذا في حبوب بروحه وبريفنسيون طبعا يطلعوا كمان، ولا الحروقات كتير منيح، كل شي معقول يعلم على جلدتكم بروح بنعمة وبخليها تكون ناعمة مثل الحرير. للضفير كمان كتير منيح لانه ما بشققوا ما بيتكسروا وما بيصفروا بعد استعمال الارجن اويل عليهم. رح انتقل هلا من الارجن اويل لفيديو اي بي سلام واي بي كير. اي بي سلم هالمنتج الطبيعي 100% يلي هو متمم غذائي ما فيه اي اضافات كيميائيه، ويلي بيساعدكم خاصه بموسم الاعياد يلي فيه اكل كثير وقطايب كثير انكم تنحفوا بطريقه كثير صحيه. اي بي سلم هو عباره عن هالعلبه من الكبسولات يلي بتساعدكم تنحفوا، بتقدروا تاخذوا حبه صباحا نص ساعة قبل الوجبة الأساسية، وإذا بدكم تنحفوا بشكل أسرع فيكم تاخدوا كمان حبة مساء نص ساعة قبل الوجبة الأساسية. هو عبارة عن الأعشاب الطبيعية 100% مثل الجينسينج، الأكاسيا، الزنجبيل وغيرها من الأعشاب يلي بتفيد الصحة، وبذات الوقت بيساعدكم أنكم تتحكموا بشهيتكم، بنظم الشهية بشكل أنكم بتبطلوا تاكلوا بشراهة وبيصير فيكم تنحفوا بشكل كتير مميز. ومع علبة الكبسولات هيدي يلي هن 30 كبسولة بيضينوكم لمدة شهر كامل، بتقدروا تستخدموا ساشيات الشاي من اي بي سلم. الساشيات يلي بتعدل معدل الكوليسترول بالجسم، بتساعدكم انكم تحافظوا على صحة افضل، بتخفف من الشحوم والدهون وبتكسرها وبتقضي عليها مع الوقت، وبذات الوقت بتشيل النفخة عن البطن وبتساعدكم تاخدوا الشيب يلي انتم بحاجة لإله. اذا هيدي هي بالنسبة للحبوب والساشيات الشاي من اي بي سلم. ساشيات الشاي ما فيهم كافيين، بيساعدوكم انكم تناموا مرتاحين ليلا وكتير طعمتهم طيبة، بتساعدكم اكيد انكم تكونوا عم تنحفوا انتو مرتاحين.
اما اذا بدكم تكفوا بمسار التنحيف في عنا الكريم انتي سيلوليت اي بي سليم واي بي كير بيقدموا لكم اياه. هالكريم يلي بتحطوه مطرح ما فيه ترهلات ومطرح ما فيه سيلوليت بجسمكم، وخاصه اذا كنتم من الاشخاص يلي بيحبوا يعملوا سبور، من بعد ما تاخذوا الدوش وتحطوا هالكريم رح تلاحظوا الفرق 100%. والاسعار عم بتشوفوها قدامكم على الشاشه. مشاهدينا من اي بي سليم واي بي كير رح ننتقل هلا لجرافيولا. لجرافيولا هي فواكه استوائيه موجوده عنا بالابوتيك بهالمرتبين اللي شايفينه قدامنا. هالفواكه عم تأملكم انرجي كتير عالي، عم تأملكم مناعه لجسمكم، عم تأملكم غذاء لجسمكم، وبتقيم كل السموم المنا منيحه بقلب جسمكم حتى بتوصل انها تشفي امراض مميته. اذا تكتبوا جرافيولا بالعربي على كل شيء تواصل اجتماعي بتلاحظوا قد ايه في شهادات حيه عن هالفواكه وقد ايه هي مهمه. فيها كذا فيتامين بقلبها وهي ناتشورال 100%، يعني ما فيها ابدا كيميكلز، ما فيها مواد حافظه، ما فيها شيء. حتى اولاد صغار من عمر 5 سنين فيهم يبلشوا يستعملوها. اذا ما تقبلوا طعمتها فيكم تحطوا لهم اياها مع الحليب وتخلطوها. هي طعمتها كثير بتشبه فواكه القشطه، وبتنأخذ بالطريقه انه بتاخذوا ملعقه صغيره الصبح، وهي بتغنيكم عن ترويقه بكاملها. واذا بتحبوا تضعفوا اكثر تصيروا فيكم انرجي اكثر، لانه في كمان انتي اوكسيدان بقلبه، فيكم تاخذوا هالملعقه صغيره كمان بدال العشاء بالليل. اكيد العالم الكبار عم بحكيكم مش لصغار، لصغار بتخلطوا لهم اياهم مع الاكل وبتلاحظوا بعدين الفرق والانرجي اللي عم تاخذوها والمناعه اللي عم تاخذوها، وكل شيء فيروسز بيختفوا من قلب جسمكم. كثير مهمه تكون بكل بيت جرافيولا. ومن جرافيولا ومن عالم الصحة رح ننتقل هلأ لعالم السيارات، تنروح مشوار مع ألتي موتورز ونشوف أنا ورايان بالفيديو شو حنخبركم. مع ألتي موتورز رح أستضيف مع اليوم رايان عطلة. صباح الخير رايان. أهلا وسهلا فيك عنا باستوديو لابوتيك. أكيد رايان عطول مثل ما معودنا على السوربريزات على أحلى السيارات تفرجينا إيهم وتخبرنا عن سبيسيفيكيشنز تبعهم وعن أحلى الأوفرات من ألتي موتورز. اليوم رح نحكي عن الدي أف أم والزي 100. مظبوط. بشو بتحب نبلش وخلينا يعني اول شيء في عندنا دي اف ام، نحن دغري واقفين حدا هيدي السياره. اول شيء اللي هي ميد سايز سيدان، ولا السيدان الصغيره ولا السيدان الكبيره كبيره، هي السيدان الوسطانيه. الحلو فيها لجميع يعني بتلبي جميع الاحتياجات، فيها تكون سياره بيت، سياره عائله، فيها تكون بذات الوقت سياره تاكسي، وحتى بالرنت كار موجوده. اوكي. الحلو بدي افهم الاي 30 اول شيء انه جاي فول سبيسيفيكيشنز، وال سي موتورز هلا بمناسبه الاعياد محضره اوفر سبيسيال على هيدي السياره. اليوم بتاخذوا الاي 30 بكل المواصفات تبعها ابتداء من 12400 والتسجيل والتفاقه كادو من ال سي موتورز. هلا في كثير عالم استفادت لتاريخ اليوم من هذا الاوفر، واللي بعد ما استفاد انا بدي ينزل يتفرج على السياره يطلب تست درايف والباقي هيدا. هلا الحلو بس درايف بصير دغري كمان، ما بيتعذبوا انهم ينطروا. ايه ما بدها ولا موعد ولا غيرها دغري اون ذا سبوت. هلا الحلو بدي افهم الاي 30 اول شيء انه فولي لودد، شو معقول تعوزه يكون موجود بسياره موجود بهالسياره. اول شيء الانجن 1.6 4 سلندر 16 في، الاضويه ال اي دي لايتس، الهيد لايتس قدام، تفوت على قلب السياره عندك اربع شبيك كهرباء في المركزه، ديركسيون زيت واي سي، 7 انش تاتش سكرين مع بلوتوث ورير كام، 4 اير باجز، 4 جنوطه الومنيوم فتحه، وسنسر اريال. هيدول كلهم بالقف من هلا ل 31/12 عم تاخذون ب 12400 تسجيل واتفاقه على ال سي موتورز الفيتاس، ب 14400 تسجيل واتفاقه على ال سي موتورز بتكون سياره اوتوماتيك. يمكن احلى اوفر معقول يتوفر من هلا لما بعرف كم سنه. مزبوط، يعني بالفعل الاوفر على مده قصيره معمول، يعني يلي بده سياره يلي عنده نتفت مثلا البادجت تبعه منه كثير عالي، هيدي السياره بهيدا السعر تبعها يعني بكون عم تاخذي فاليو اكثر من السعر بكثير. اكيد هيدا الحلو هلا بالاوفر هلا لاخر السنه. اوكي، الوان لدي اف ام؟ الدي اف ام الاي 30 موجوده ابيض، سيلفر، بوردو واسود. اوكي. والمقفوله 5 سنين او 100,000. اوكي. ومثل ما ال سي موتورز عودت الكل بالفاينانسينج بارت، كل شيء افيلبل، قادرين نقسط السياره على مده 5 سنين عن طريق البنك، واللي معه لحدود نص حق السياره قدرين نعمل باقي على مده قصيره ان هاوس فاينانسينج ديركت بين ال سي موتورز وبين الزبون. وفي امكانيه اذا الشخص اكيد عنده الامكانيات تنعمل بلا ولا ليره فايده. لكن من الدي اف ام هلا رح ننتقل على الزوتي زي 100. مزبوط، الزوتي زي 100 بقولوا يعني بطل في شيء نحكي عنه، صارت كل العالم تعرفها، كل العالم بتعرف كل شيء عنه، مجربه مين ما تسالي بقول لك بعرف حدا عنده اياها او هو عنده اياها. مزبوط. او واهم شيء بتعرفي يعني يلي بشجعك تقوي قلبك مثل ما بقولوا تعطي اوفرز
وتكتر السيارات بالسوق وكل شيء هو الفيدباك من الكلاينتس. والفيدباكس على زتي زي 100 كله بوزيتيف. اول شيء سياره عندها موتور وفيتاس ياباني مكفوله 3 سنين او 100,000 تعمل 350 كيلومتر بالتنكه، مع انه سياره صغيره، هي بس صغيره بالسعر 7777، بالباقي كبيره بكل شيء. اول شيء الكاروسري تبعها من افضل كاروسريات السوق، الجروس ويت تبعها 1274 كيلو. سبيسيفيكيشن وايز يوجوالي هيدي القم اليوم بالسوق اللبناني بتجي ما فيها كثير زوايد، يعني ستاندرد مع ال سي موتورز ومع زتي زي 100 جاي فولي لودد. يعني اي بي اس اي بي دي، اربع كهرباء في المركز، ديركسيون زيت، تو اير باجز، اربع جنوط الومنيوم وسنسر اريال. مشاهدينا من ال سي موتورز رح ننتقل نرجع لليمينانس ونرجع نلتقى بجمالك مدام الهام. واكيد فينا نلاحظ على الكاميرا، بدي اطلب من الكاميرا مان قد ما في قرب تيشوف هاللون الروز اللي صار على بويتك، هالبن مين اللي صار الدغري بفرق جدا 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 بسيط. بدي اقول نقطه مهمه كثير، الوجه اللي بيبقى بال، في ناس بتعاني من اصفرار بوجهها، كثير بنصحهم يستعملوا الكافيار، لانه مش ممكن ليكي لاحظتي هلا الروز طبيعي ولا ممكن نحط باودر ابدا؟ اصلا مش ممكن مع كل هالانجريدينتس اللي فيه ما يعمل. يعني عم بحكيكم عن هالكافيار اللي فيه بقلبه كافيار هاني، في بقلبه فيتامينز A B2 B3 B5 B6 B9، في بقلبه كمان مغنيسيوم كالسيوم ايرون فوسفار فيتامين اي سويت الموند اويل مالتيبل اروماتيك هيربس اند اويلز واكثر واكثر من قصص. يعني بعد زياده مع كل هالانجريدينت المخلوطين هالمزيج اللي بقلب كريم واحد. بالفعل هيدا الكريم انا بدي اقول انه بيعيش البشره عن جديد. كل شيء ممكن تحتاجه البشره موجود بهالكريم الكافيار، يلي للاسود تحت العين، للدبغ حول التم، للبال هالوجه اللي بنقول له دول سكين، ما عنده نضاره، ما بتطلعي، ما بهم اذا في تاش خفيفه كلف او في عنا حبه هون، انا بتطلع بركز على البشره تطلع عليه بتنقط نضاره، فيها حياه، تستحلي تطلعي بشره هيك مثل الطفل، هيدي اللي عم ننبش عليها، هيدي القصه يلي اهم شيء باستعمالات الكريم، يحط الست وتلاقي فعلا بلشت تنبسط، تشوف وجهها على المرايه من دون كريم، قد ايه تنبسط، انا يلي اذا هلا تغسل الوجه معنا وقت نغسل غير مره هن بيجربوا كانه لما بيقيموا الكافيار بشرفيات تفضل لانه اويلي مثل ما شفتوا هالبشره عم بتلمع، هالبشره عم بتدبق شوي، العسل ما فينا نخفيه بده يبين حاله بسيرفيات حوالى الوجه. بكره ان شاء الله بديمونستريشن بنقيمه بنفرجيهم كيف يقيموا، ما نشد كثير بطريقه ناعمه تتكون هالبشره اكيد مش دغري من بعد ما يمرق وقت. وبينحط بالنهار، منه ابدا ضروري ينحط بالليل، في ستات كثير عم بحطوه بالنهار لانه بيرتاحوا بالنهار، في منهم بيقولوا انا بنام على وجهي، طب ما في نحط كريم ونام، ما انه مشكله ينحط بالنهار. طريقه شيله السيرفيات تكون مويه حوالى الوجه ومنقيمه بالناعم مثل ما زيت الطريقه بهيك، هيك بتبقى السيرفيات منقيمه من هالشكل من هون ولا، ومنشد هيك بتلاقي نقيم عن كل البشره والبشره مخمليه بتطلع. ما فيني اوصف لك نضاره البشره لما بنحط كل اللي جربوا الكافيار، في كثير ستات اتصلوا فيني، انا كثير كنت مبسوطه بهالنتيجه. يلي ما جربوا ويلي عنده عم بعيني اسود تحت العين، قله نضاره، جفاف قوي او دول هيك ما بتقشع، في حياه ما بتنبسط تشوف وجهها بلا ميك اب، في ستات بيقولوا لي تعمل لي وجهي نفسيتي كئيبه، ما بقدر بحس بكئيبه بس اطلع وجهي على المرايه دغري بقوم على الباودر. لا ما بدنا نحط سموم وباودر وما بعرف شو هالمواد الكيميائيه على وجهنا، حرام، حطوا غزوا اعملوا ماسك. بدي ارجع احكي عن ماسك الكوكونات، هيدا الماسك مهم كثير وفعال كثير، بدي كل ست كل صبيه يكون عندها اياه، لانه صدقوني اكلا للماكسيموم، حتى حوالى العيون يلي عنده سواد بينحط معه شوي حليب، بروتين الحليب الموجود بالحليب البروتين كثير بيعطي بياض، بيعطي اكلا، بيعطي نضاره. نستعمل الماسك الكوكونات يلي كثير دغري وراء السيروم والكافيار وانا كفيله من فرد دهني، بيقوموا الصبح بيلاقوا وجههم فعلا كانه غير بشره، حلو اشراق غير شكل، يعني مثل ما بتعملوا من النوم هيك روز ومبجبجين وحلوين وكله مش زد بداله هيك كل النهار. إيه لانه بخزن مزبوط. انا بحب اقول انه الكريم يلي بيبقى اويلي
لاحظوا هالشغله موجوده باللومينانس كثير، لانه كريم حول العين الهاني واضح فيه والزيوت واضحه فيه، كريم الانتي تاش عم بحسوه كمان في هيك هالسماكي، لانه كل ما كان الزيوت عم تبقى هالوقت الاطول بالليل عم تكون عندها مجال البشره تخزن هالكريم، عم بيبقى صح. على الوجه لوقت طويل عم تاخذ البشره عم بتخزنه، مش انه غسلنا ورجعنا دغري قشبنا او غسلنا وما لقينا راح الكريم، نو بدنا كريم فعال، كريم يفوت لاعماق الجلد على ثالث طبقه من الجلد يخزن يفوت ويضل عم بيعطي هالمناعة، بدنا مناعة على الجلد خاصة اللي عندهم كلف. بدي اذكر نقطة الكلف، منه حطينا هالانتيتاج ومشينا وصح وراح الكلف وارتاح، لو خف الكلف لو كنا نحن عم نلاقيه راح وفولا، وخاصة بالشتي الكلف بيفتح أكثر من أيام الصيف، ما بدنا نقول وقفنا الكريم، لا، لأنه خاصة فوق الأربعين ما فينا خلصنا، لانه البشره عم تخسر كل يوم، الالاستين والكولاجين عم بيضعف، الرطوبه فيها اقل، ما بقى عندنا هالغذاء من قلب الجسم، بدنا نلاقي طريقه نخزن بالبشره، ضلوا استعملوه لو بوقت اقل، يعني مره او مرتين بالاسبوع من بعد ما تلاقوا هالنضاره بصير يكفي ككريم انتي تاش. اوكي. تننتقل هلا على الشيا باتر. الشيا باتر سندي هيدي ناتورال اكيد كلنا بنعرف شيا باتر، يعني عم نحكي نحن عن باتر ليكي شو حلوه زبده ما هي صحيح، زبده ولونها بيبقى بيج ايفوري، يعني هاللون الابيض على بيج، هيدي كيف ما بدنا فينا نستعملها وين ما بدنا على جسمنا، لانها اورجانيك ما فيها اي شيء، هي اكيد وز اروماتيك اسينشال اويلز، يعني منضاف الى زيوت الاسينشال يلي هي ناتورال اورجانيك. بدي شو فرجيك سندي لكي قديه سمكتها، لاحظي نحن لو حطيناها بهالشكل دغري بنلاقيها تمددت، ها بتشوفوها سميكه، بتشوفوها كيف بدي حطها، اذا بتشوفها ست بتلاقيها هيك صلبه هالقد بتقول انا كيف بدي حطها، لا بالعكس ابدا، حطي اذا بدك على ايد الثانيه كمان تقدري تفركيهم، كثير كثير بتتمدد بسهوله، بتدوب ها فولا، وبتعطي هالرطوبه انا بحبها، راح ارجع امسح انا، كثير مهمه هيدي للتشقق، اذا عندنا استعداد نعمل شكل ريحه كثير ناعمه عن جد، كل البرودكت شو ما تحطوا شو ما تفتحوا مرتبين تحسوا بنعشيه بلش اكل، ريحته ناتورال لانه اورجانيك، لانه الاسينشال اويلز ريحته بتبقى كثير غنيه وبتبقى طبيعيه، بتشميها ما بتزعجك، بتضل عائدكم كل النهار بعد، يعني انا بوصل من بعد شغلي كل النهار على البيت، بتكون انت حطيتي لي كريم الصبح بكون انا غسلت ايدي وهذا بتضل الريحه بتضل النعومه، خاصه بدي ركز على الايدين يلي عندهم مشاكل هون بيعمل عقد اسود بسبب القشب القوي بيسودوا العقد هون بايام الشتاء. الشيا باتر عملنا ديمونستريشن وقلنا كيف بنغطيها، اذا عندنا مشاكل كثير قويه نغطي الكريم بالجان يلي هو بلاستيك عادي نغطيه ونرجع نغطيه ب حطينا كمان جان منشفه، اذا ما في الجان صباحا يلا منشفه يتغطى الكريم، ليه بدنا نغطيه؟ لحتى ما يتطاير ما يروح ويكون نحن عم نفوته بقد ما بنقدر ممكن يفوت ليتمتص هالبشره للاخر. أوكي. هيدا بالنسبه للشيا باتر على البطن على الشفاف تحت العيون، حتى اذا الست عندها شيا باتر بس وما بدها ما عندها كريم ايدراتانت فيها تحطه بالليل ككريم كمان ايدراتانت على الوجه اكيد. اوكي ثانك يو كثير لوجودك معنا مدام الهام، ثانك يو على الانفورميشن اللي كل مره عم تنفعينا فيهم اكثر واكثر، اكيد المعلومات مع نصايحك ما بتخلص، ولكن رح نستضيفك بالحلقات القادمه وكل يوم معنا تتفيدينا اكثر واكثر مع البرودكتس الجديد وتعلمينا كيف نهتم ببشرتنا تتصير مثل بشرتك نادره وحلوه اذا الله راد. مشاهدينا انا وصلنا لختام حلقتنا، اكيد بدي اتمنى لكم نهار حلو وكمان بقيه جمعه حلوه، ان شاء الله بتكون هيك سهل عليكم تقطع بسرعه وبنشوفكم هيك على اخر الجمعه تتقضوا ويك اند حلو، انا رح اقول لكم باي باي، اتصلوا فينا بيومين بس بكون كل شيء واصل لعندكم.